بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة 27/12 في منطقة الجيزة عند زمايلنا المزارعين بتوع الجيزة. في نظرة عامة النهاردة بالنسبة لزمايلنا المزارعين بتوع الفراولة، الفيديو ده مختص للجماعة بتوع الفراولة. في نظرة عامة النهاردة عند الناس كلها محبطة، الناس كلها يأسانة، الناس كلها زعلانة، الناس كلها متعقدة وما عندهاش استعداد تصرف، وزعلانة من مشاكل الفراولة، مشاكل الأسعار، مشاكل الإنتاج اللي لا يعني ملهاش نهاية. طب احنا بنقول ايه لحبايبنا المزارعين دول؟ انت النهارده زارع زرعه فراوله وعارف ان الزرعه دي مكلفه وعارف ان فيها ضروبات وعارف ان فيها مشاكل. ما ينفعش لما تقابلنا مشاكل من ديت نتعقد ونحبط ونقف ونقول مش هنصرف، خلاص احنا اتخرب بيتنا، احنا كذا. احنا يا جماعه بنقول الدوره الاولانيه اللي كان فيها اسعار مش هي ذروه الانتاج بتاعنا. الدوره الاولانيه كان الهدف منها ان انا الحق الاسعار العاليه، انما الرزق كله والخير كله في الدوره الثانيه. الكلام دوت للناس اللي زرع بدري والناس اللي زرع متاخر. فبنقول للجماعه اللي هم كانوا زارعين بدري اللي هو النهارده اصبح بيستقبل ان شاء الله الدوره الثانيه، زرعه خلاص بقى مجهد وبقى تعب وخلاص الدوره الاولانيه بتنهي عنده او نهت حسب الاراضي تقيله او اراضي خفيفه، كل زراعه البدريه كده وبيستعد للدوره الثانيه. فبنقول له من فضلك في شويه محاذير بنقولها لك النهارده عشان يبقى عندنا نظره تفاؤل وعندنا استعداد نكمل لاخر الموسم. من فضلك اوعى تورق النهارده الزرع بتاعك عشان تحضر الدوره الثانيه. اكبر خطا تقع فيه النهارده 27/12 انك تورق النهارده، لسه باطن الارض ساقعه، ما فيش اي توريق خالص قبل 20/25/1 حسب الجو. يبقى انا النهارده عشان ادفع النبات بتاعي لاتجاه الزهر للدوره الثانيه ما ينفعش استخدم التوريق وسيله لتحضير الزهر. يبقى اي توريق ما يتمش الا هناك 20/25/1 حسب ما نشوف الجو معانا. دي نمره واحد. نمره اتنين بنقول له من فضلك زرعك النهارده الجو ساقعه وزرعك كبر في السن، الدوره الاولانيه بتنهي معاك او نهت، فبنقول لك من فضلك سايس الجدر بتاعك، اطلع من الدوره ديت عشان تخش الدوره الثانيه، اطلع بجدر سليم وورق سليم. يبقى بص على النبات بتاعك وشوف الجدر بتاعه في نيماتودا المتاح لك، ماشي حالك بالنيماتودا. في اعفان المتاح لك، ماشي حالك بالاعفان. عايز منشط جذور وفي خلل في الشعرات الجذريه، ماشي حالك وحضر الزرع بتاعك بحيث لما الجو يدف معانا ونيجي ميعاد التوريق الدوره الثانيه كده كده جايه معانا وفيها الخير كله وفيها الانتاج كله. يبقى احنا يشفع لنا ان انا اقعد للدوره الثانيه واطلع انتاج كويس من الدوره الثانيه، انا كده كبشر عملت اللي عليا. طب الناس زي ما قلنا بقى اللي هم زراعتهم متاخره وكان عندهم مشاكل ولسه النهارده الدوره في زهوتها الدوره الاولانيه او لسه بتبتدي عنده او شغال فيها، بنقول له فرصتك انت احلى، زرعك لسه شباب، زرعك مش مجهد. فبنقول له من فضلك حافظ على الزرع بتاعك، من فضلك بلاش تفرط في استخدام الهرمونات، من فضلك الجو الساقعه ديت اللي عليك وعلى الراجل اللي زرع بدري عليك وعليه انتوا الاثنين واحد، فسايس الجدر بتاعك النهارده، حافظ على شباب الزرع بتاعك النهارده. يا جماعه في الشهر اللي احنا فيه شهر الساقعه ده تسميتين اقصى حاجه في الاسبوع للنبات حسب الارض بتاعته، ممكن تبقى تسميده واحده لو الارض قديمه، لو الارض تقيله يبقى تسميده واحده، وعوض بالرش الورقي اللي انت عايزه. بلاش نستخدم افراط في منظمات النمو. بنقول يا جماعه لسه عندنا امل في الدوره الثانيه، الرزق والخير والانتاجيه كلها في الدوره الثانيه للي هو كان زارع بدري واللي كان زارع متاخر واللي كان عنده مشاكل، وعندنا امل نقعد للدوره الثالثه. يبقى ما ورقش دلوقتي، اطلع بجدر سليم من النيماتودا والعفن والمنشط، احافظ على الورق بتاعي من العنكبوت، احافظ على الثمره بتاعتي ما بقاش عندي اعفان ثمار. يبقى احنا كده ادينا اللي علينا سواء اللي زرع بدري او متاخر كبشر في اللي يخصنا اللي بعيد عننا من عند ربنا اسعار مش بتاعتنا. يبقى احنا ده يشفع علينا ان احنا محافظين على النبات بتاعنا. بلاش يا جماعه اروح اجيب اسمده مجهوله المصدر ودي شفناها او ادويه للنيماتود او العفان مجهوله المصدر ملهاش اساس ونحط منها ونقول هو ده اللي قدامنا. لا، انا اجيب الحاجه المضمونه المعروفه الكويسه الثقه واحط جرعه منها قليله. ايه اللي يخليني اجيب بوتاس تعبان ملوش مصدر عندي واحط منه 4 5 كيلو 6 كيلو؟ ما اجيب يا عم المضمون الحلو واحط منه 2 كيلو، هيبقى مردوده ايجابي احسن للنبات. دي كانت شويه نصايح بنحاول نرفع بيها الروح المعنويه بتاعه زاز اخواننا المزارعين. لسه الامل كله بعد ربنا والتوفيق كله من عند ربنا في الدوره الثانيه في كميه الانتاج بتاعه الدوره الثانيه. من فضلكم من فضلكم بلاش نظره الياس، من فضلكم من فضلكم بلاش نظره الاحباط. احنا بنقول النهارده كان معكم اشرف هنداوي، دقيقتين رفع روح معنويه، مفيش تعقيد، مفيش ياس، مفيش احباط. شكرا.